دلوقتي، انا المنطقه بتاعت برج خليفه، ورايح دلوقتي انا وعبده متولي نتقابل هنا دلوقتي. المفروض ماشيين بقالنا نص ساعه مع بعض على النافيجيشن، اتفقنا ان احنا نتقابل عند العالم دوت، والمفروض هو داخل عليه دلوقتي خلاص. يعني احنا لسه قافلين مع بعض واتفقنا ان احنا نتقابل عند العلم. طبعا كلها امطار بسيطه، نوصل عند العلم ده نتشارك مع بعض تجربه، لقائي مع صديقي الصدوق عبد الرحمن متولي، عشان هو اصلا مسافر بكره على طول على موسكو. عبدو، here it is، here is عبدو. This is and the friendship hug. Hello everybody. اخيرا هنا سافرنا من مصر، اتقابلنا، هو راح موسكو ورجع، وجينا في الاخر اتقابلنا هنا في دبي. يعني سبحان الله، الدنيا غريبة. الدنيا كلها اوضه وصاله. جينا نحضر عرض النافوره الراقصه ديت، عرض رائع تحفه من تحت برج خليفه على طول. عايز اقول لكم بجد عرض رائع جدا. هو يمكن دلوقتي حصل بوز عشان احنا بنعمل الفيديو، قلبت كمان اوريهم البرج. بس هنا بقى برج، بص عليه مع بعض هنا سوا، عامل اللايتنج بتاعه حاجه رائعه. طبعا بالليل بيبقى شكله تحفه جدا على الشو اللايت اللي لسه هيتلعب عليه دلوقتي، حاجه خطيره جدا. نرجع بقى هنا تاني انا وعبده، نشوف بقى ايه العرض الجاي، هيشغلوا ميوزك تاني ونرجع لكم مره تانيه. هنا المنظر رائع جدا، الواحد ممكن يكون قاعد نايم هنا كده، المنظر ده على النجيله ديت، وقدام منه برج خليفه بالمنظر ده، يعني صباح الفل. هنا كل ده الناس هتلاقيها نايمه هنا في كل حته زي ما انتم شايفين. بصوا كده المنظر، الناس طالعه نايمه هنا في الجنينه ديت وبيعملوا مديتيشن على برج خليفه، فصباح الروقان يعني. هو ده الكلام يا اسطى، هو ده الكلام.